مشاهدينا خلينا نروح بقى لأخبار الرياضة المحلية والعالمية مع منا. منا تفضلي. شكرا لك جوانا، أهلا بكل مشاهدينا من جديد، موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية، أهلا بكم. هنبتدي مع بعض أخبارنا مع نادي الزمالك ومباراته امبارح مع سموحة، واللي كسب فيها نادي سموحة نادي الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة 9 للدوري الممتاز. سجل ثنائية سموحة صديق كلابا في الدقيقة 65 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 78 احتسب الحكم ركلة جزاء لسموحة سجل منها عبد الكبير الوادي الهدف الثاني. وفريق غزل المحلة اتعادل مع المقاولين العرب بنتيجة 1-1 في الجولة 9 من مسابقة الدوري العام. بالنتيجة دي وصل المقاولين للنقطة 7 وغزل المحلة للنقطة 11. فريق الأهلي اتدرب امبارح على ملعب التتش عشان يستعد لمباراة الهلال السوداني واللي هتتلعب يوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. قبل ما التدريب يبتدي بيتسو موسيماني حرص على إن هو يعمل محاضرة نظرية مع اللعيبة جوه الملعب للكلام عن مواجهة الهلال السوداني، وبكده لعب الفريق فقرة إحماء تحت قيادة كابيلو مخطط الأحمال. اتأكد غياب أحمد حجازي مدافع منتخب مصر من مباريات المنتخب الوطني ضد السنغال اللي هتتلعب الشهر اللي جاي في المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم. المسؤولين في منتخب مصر أكدوا غياب حجازي لأن اللاعب مصاب بتمزق في أوتار العضلة الضمة، وده خلال اللقاء اللي لعبه منتخبنا قدام المغرب في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية. بنتمنى له السلامة والصحة. كمان النجم البرازيلي بيليه صاحب 81 سنة رجع للمستشفى مرة تانية لمواصلة العلاج من ورم في القولون بعد خضوعه مؤخرا لعملية جراحية في سبتمبر اللي فات، وكتب أسطورة كرة القدم وقال: أصدقائي، زي ما كنت بعمل كل شهر أذهب للمستشفى لمواصلة علاجي. فريق مانشستر يونايتد فاز على فريق برايتون بنتيجة 2-0 خلال اللقاء اللي جمع الفرقتين امبارح ضمن منافسات الجولة 18 والمؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي. بالنتيجة دي بيحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، وبرايتون في المركز التاسع برصيد 33 نقطة. أما مانشستر سيتي الإنجليزي فاز على فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي بنتيجة 5-0 في اللقاء اللي اتلعب امبارح في ذهاب دور ال 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتأهل السيتي لدور ال 16 لدوري الأبطال برصيد 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب مجموعته. فريق باريس سان جيرمان حقق فوز امبارح على فريق ريال مدريد بنتيجة 1-0 في المباراة اللي اتلعبت على ملعب حديقة الأمراء في ذهاب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. هدف المباراة الوحيد سجله كيليان مبابي في الدقيقة 94 من عمر المباراة. نهاية موجز الرياضة، خلينا نرجع تاني للزملاء أحمد وجمانة نكمل معهم باقي فقراتنا في صباح الخير. اتفضل يا أحمد. شكرا ليك يا منة.